اليوم راح ندير معاك مانغراتان تاع كروفيت بطريقه سهله وسريعه وما يديش وقت بزاف وبزاف يجي بنين. تبعوا معايا الخطوات. السلام عليكم. اليوم حبيت ندير لكم مانغراتان تاع كروفيت. هنا عندي كروفيت صغيره دونك قلت نديرها غراتان. قلت نشارك الـ يعني الـ الوصفه معكم. راح تكون وصفه سهله واللي ما عندوش كذلك كريمه الطبخ راح تكون عنده يعني بدائل ليها. هنا عندي انايا كروفيت، هنا كنت نقيته كروفيت صغير. عندي لهنايا زوج كيسان تاع الحليب ولا كاس ونص على حساب شحال عندكم كروفيت. عندي لهنا زوج مغارف تاع فرينه، كذلك عندي مغرفه تاع زبده كبيره. عندنا هنا المعدنوس، كميه كامل المعدنوس. وعندنا زوج سنات ثوم، وعندنا اي جبن عندكم باش نربيوه، اي جبن تحبوه نتوما. راح نروح ديريكت للطريق التحضير. وعندنا كذلك نسيت ليمول هنايا، اي ديمول اللي يدخلوا للفوغ ولا راح ندير انا فيها دوما، وانتوما كيما يعني كيما تحبوا كل واحد واش عنده. هذا واش راه هو عندي بور مو، هذا واش نسحقو مقادير. هنا في مقله راح ندير قسم غرفه تاع زيت، تقدروا ديري زبده ديريكت، مي دائما نقول لكم ديروا مغرفه زيت مع الزبده باش الزبده ما تنحرقش بهذا الشكل. وحندير نص مغرفه ونخلي نص الاخر لون بعد تاع الزبده بهذا الشكل. خلي شويه تسخن ونجيب كروفيت تاعنا، يعني هاد كروفيت ساهل ما يديش بزاف وقت وساهل. وراح نديرو باسهل طريقه، في وقت ما نخدموا لا بيشاميل ومن بعد تيك نقلوا الكروفات تاعنا نحطوه، راح ندير لكم طريقه تاع كل شيء ساهل باسكو من بعد حيدخل الفوق وراح نتحصلوا على نفس النتيجه. راح نجيب انا الكروفات نحطو بهذا الشكل، هنا بعد ما تقلى شويه الكروفات راح نجي ندير سله ولا زوج ثوم على حسب المقدار اللي عندكم تاع كروفات. ما تكثروش الثومه باش يجي بنين. يعني هنا عندي زوج سنات صغار راح نديرهم انايا بهذا الشكل. راح نجي انا ندير الورشه تاع الملح، ما نديرش بزاف لي زيتيس، راح نديرو ملح فلفل اكحل وشويه تاع زنجبيل باسكو يتماشى مع لي غراتان. واللي عنده في بلاصه زنجبيل شويه جوست الطيب يدير شويه، انا ما عنديش ونستعمل يعني زنجبيل كثر. رشه فلفل اسود وعلى راس المغرفه فريمون شويه ماشي بزاف باش ما يتغناش على الكو تاع الكراتان، على راس المغرفه هكا زنجبيل فقط. كما راكم تشوفوا الكروفات تاعنا طلقنا الماء، هذا الماء اللي راح ينكه يعني لاصوص تاع الكراتان تاعنا. هذا الماء مليح راح يذوق الكروفات يجي يعني يجي مليح في الكراتان هكا كيما دوكا. نروح نجيب باسكو الكراتان يعني الكروفات ما يديش وقت في الطياب باش ما يوليناش كاويتشو. راح تمتم نجيب الحليب تاعنا اللي يحب ديغاكت يديني كريم فريش يبغى تاع كريم الطبخ يدير، واللي ما كانش يدير طريقتي هذه راح ندير انايا زوج حليب هادوما راح ندوب فيهم اللي خليتهم انايا. راح ندوب يعني ندير فيهم هما باردين هكا زوج مغارف تاع فرينه ونكملوا كيف كيف. هنا كيما قلت لكم دوبت انا الحليب، دوبت فيه زوج مغارف تاع فرينه بصح يكونوا كبار يعني زوج مغارف كبار. ونجي نحطو نزيد النار، نحط بشويه ونخليها تغلي. نحصلوا على كريمه هكا، نكملوا لاصوص تاعنا ونحركوا حتى نتحصلوا على الكريمه اللي انا حابينها. نزيد شويه النار، حركوا في الاول نجي لافارين فوالا حتى تصيبوا هاد الكريمه. راح نجي انا ندير لها رشه معدنوس، نقص شويه النار
وندير نص مغرفه اللي بقات تاع الزبده هذا الشكل. نخلي شويه جبن من بعدا. حنذوب انا الزبده والمعدنوس. المعدنوس اللي ما حب ما يديروش بصح يجي بنين في هذا الكغاتا شكله بنا يعني، واللي ما حبش يكتفي غير بالمقادير الاخرى ينحي المعدنوس. فوالا حتى يتحصل على هذا على هذا القوام. مع نزيدو نديروه في الفور. هذيك هي انا راح نقص النار، نجيب شويه جبن نديرو من الفوق. انا هكا راح نطفي عليها سي بون. ندير شويه جبن مبشور باسكو راح نزيدهم بعدها الوتش، يعني شويه برفوكه، ونروح نحطهم في ليمون. خليها شويه تبرد تشد روحها شويه، ونعمروها في ليمون كيف كيف. راح يكون هذا هو قوامها. بهذا الشكل خليها شويه تبرد، يعني طافيه عليها، ونكملوا هكا. دوك نجي نعمر لي غامكان تاعنا بلا ما ندهنوهم بلا ما والو. راح نجي بسم الله ونعمرهم. شوفوا نتوما اللي عندكم اصغر من هكا مدورين ولا كيما تحبوا. راح نزيد لهم انا جبن مبشور شويه من الفوق. الجبن الا ما كانش عندكم ديروا جبن تاع مثلثات، ولا ديروا واحد جوج ولا ثلاثه في لاصوص. راح نكمل نعمرهم. هنا بعد ما عمرتهم راح نجي ندير شويه جبن مبشور من الفوق برك. الفوق انا شعلته ديجا، واش ديروا 15 دقيقه با بلوس، يعني 5 دقائق من تكون شعلوا من تحت باسكو كلش طايب، و10 دقائق الاخرين من الفوق باش يتحمر ويجي غراتيني يعني مليح. هذا ما كان ما تبطاولوش بزاف. فوالا انا كملتهم، راح نديرهم في الفوق. قلت لكم ما ديباسيوش 15 دقيقه. سيو حمروهم من الفوق يعني كثر باسكو راهم طايبين. خليهم 5 دقائق و10 دقائق من الفوق وجبدوهم. فوالا الكغاتان تاعنا قلت لكم ما داوش وقت بزاف وخرجتهم من الفوق. دوكا مسخونين نخليهم شويه يبردوا. راح ديروا تزيين واش تحبوا نتوما. راح ندير شويه معدنوس برك انايا هكا كديكور غير في يعني كتذكير انه فيهم معدنوس لداخل. راح ندير شويه برك ما تخلوهمش يبطاو. قلت لكم انا ميم با 4 ساعه وجبتهم من الفوق الا كان فوق سخون. انا حنديرهم اليوم مع هذا الخبز. خبز حمصته هنايا، درت شويه زيت شويه فلفل عكري ودرته في الفوق. رشه زيت خفيفه تحمص بهذا الشكل. هذا الخبز السوري درته على شكل مثلثات انايا هاهو. راح نقدمه معاه. راح يجي بنين معاه يعني غراتان تاعنا. شوفوا القوام تاعو كيفاش جا. شوف قوامه بزاف بنين.